نعرفوا لوبجيكتيف اللي ديجا ديكلاري دخلنا في فتره التحضيرات بالنسبه لنا للاستعداد. الهدف الاول هو انطلاق كاس افريقيا شهر 2024 باش يدور في كوت ديفوار. اليوم عندنا تقريبا 3 جورني فيفا و 4 فيفا في سبتمبر اكتوبر. لا هنا ديجا بروغرامي 2 ماتش اميكو كونتر كوريا والشابان 13 و 17. وفي نوفمبر نبداو النوتر اوبجيكتيف اللي هو فاز دو كاليفيكاسيون كوب دو موند 2026. عندنا 2 ماتش كونتر سانتومي في تونس بلوس الملاوي ان شاء الله على الاكستيريور مود نوفمبر. دونك تحديات كبيره تستنى فينا. نبداو المعسكر هذا عندنا فيه 2 ماتش، الماتش كونتر بورسوان باش نكملوا فيه فاز دو كاليفيكاسيون اللي الحمد لله حققنا فيه الهدف بتاعنا وترشحنا. مباراة باش تكون مهمة جدا. نعرف اللي ديما الهدف بتاع المنتخب التونسي باش يكمل ويحقق أكثر عدد ممكن من النقاط وعلاش لا؟ صحيح في الجولة الأخيرة ضيعنا تصدر المجموعة، ما يكفيش تصدر الترشح، حشنا باش نكونوا متصدرين إن شاء الله نوفقوا في المباراة الثانية ولو أن مصيرنا ما عادش في أيدينا. المباراة الثانية باش تكون ضد المنتخب المصري تقريبا في نفس السياق كيما المنتخب الجزائري. المباراة الأخيرة اليوم المنتخب التونسي عنده توجه واضح والإدارة الفنية توجه واضح، حبوا نعملوا مباريات ودية في أعلى مستوى. المنتخب المصري غني على كل تعريف، منتخب اللي عنده وزن على المستوى الإفريقي كبير برشا، ومهم جدا كونه قوموا بمباراة ودية تعطينا فكرة على مستوى تحضيرها. قبل ما نعطي القائمة ثم زوز نقاط مهمين نحب نعرج عليهم خاطر نعرف اللي بعد باش يصيروا بعض سؤالات اللغيات. ديما صرحوا اللي راهو ستاج تاع سبتمبر وستاج تاع مواد جوان هما اكثر معسكرات اكثر بيريود يقلقوا المدربين الكل. علاش؟ خاطر يجيو في فان سيزون بالنسبه لستاج تاع جوان وديبي سيزون بالنسبه لستاج تاع سبتمبر. اليوم نعطيكم فقط رقم تقريب عنا بعض الجروب اللي شارك في نهائيات كاس العالم. المجموعه الوسطى تاع المنتخب عندنا اكثر من 12 ترانسفير صاروا 12 و 13 ترانسفير. دونك تعرفوا لادابتاسيون تاع لي جوار في البريود هذي. ثم دي جوار مازالوا كيف تحكوا بالنوادي تاعهم، بريباراسيون جديده، اجواء جديده، لانستالاسيون تاع لي جوار او سان دو لور كلوب مهمه جدا. دونك حتى في الاختيارات تاعنا خذينا بعين الاعتبار الاشياء هذي. الهدف تاعنا كونه للتعطيه والمجموعه اللي تقريب الفيزيون الاخرى في المنتخب التونسي يكونوا في مواد جانفي ان شاء الله في افضل حالاتهم. دونك قمنا بعض الاختيارات اللي يعطينا وقت لبعض اللاعبين باش يندمجوا مع الانديه الجديده تاعهم باش ياخذوا اكثر اتون جو دي ادابتاسيون. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه عامل اصابات اللي يبقى عامل مزعج جدا. ان شاء الله ربي يحفظ اللاعبين الكل يحفظ اولادنا. هذه الاشياء اللي تقلقنا. خذينا كونسيديراسيون زاد بعض اللاعبين اللي تعرضوا لاصابه والا اللي راجعين من اصابه طويله. بعدين توزيدوا ندخلوا اكثر في الديتاي وقت نشوفوا القائمه. عدوا مباشره القائمه. تعطيني تمام نقص شويه. في حراسه المرمى 3 حراس: ايمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن.9 مدافعين ديما الاوردر الفابيتيك حسب الاسم: علاء غرام، علي عابدي، علي معلول، منتصر طالبي، نادر غنري، اسامه حدادي، وجدي كشريده، ياسين مرياح، يان فاليري. ستة في وسط الميدان: إلياس خيري، حنبع مجبري، حمزة رفيعة، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، إسامة شوشان. 8 مهاجمين: علي يوسف، أنس حاج محمد، الياس عاشوري،
الياس سعد، هاثم جويني، عمر العيوني، سيف الله الطيف، يوسف مساكي. مرسي، تفضلوا. نبدا نجاوب من السؤال الثاني. يظهر لي توجه تاع المنتخب واضح، انا كنت صرحت في عده مناسبات فما نظره تكتيكيه واضحه. اليوم يظهر لي بعد تقريب اكثر من عام ونص ولا عامين اشرافنا على المنتخب، الرؤيه الفنيه بالنسبه لنا واضحه. وانا كقابل باش نعرف ما نقولش نقاط قوه ونقاط ضعف، لكن نعرف بالضبط لا ديماش تصويب، فيزيون واضحه بالنسبه لنا احنا. عندنا استقرار كبير كان نشوف ثبت في القائمه من حتى من تصفيات تاع كاس العالم، مجموعه اللي مشات كاس العالم. على مستوى خط الدفاع خاصه وسط الميدان عندنا استقرار كبير، تم تقريب يعني نوع من الكونتينيتي، برشا ستابيليتي واستقرار في القطاعين هذوما. على المستوى الهجومي سيدري مازلنا نبحثوا على حلول، نحبوا نطوروا الاداء تاع الفريق ككل ماهوش مربوط بالمهاجمين، لكن ظهري عادي جدا كان نشوف اخر كونفوكاسيون صارت في مواد جوان، شفنا لي جوار بلوز اون فور كانوا في الشامبيونا لوكال، شفنا اسامه ابو قرده، شفنا الشيخاوي، شفنا حمدي العبيدي. دونك اليوم ثم دي جوار اللي على الاساس اللي كنت تحكي فيه انت، ثم دي جوار دي جون جوار اللي ينشطوا برا، انطلقت اللي كنا نتابعوا فيهم من مده، يقدموا في اداء محترم جدا، ظهروا اشياء ايجابيه، مؤشرات النجم نقولوا الا ايجابيه، ريستا كونفيرمي. اليوم هذا هو المباريات الوديه، والفتره هذه مازال عندنا شويه وقت مسموح لنا باش نقوموا بعض الاختيارات. كان اختيار استراتيجي بالنسبه لنا احنا، كان نشوف تقريب اكثر من كما ثلاثه عناصر اللي هما اول انضمام بالنسبه اليوم سامي شوشان، نجاوب عليه مره واحده على خاطر كان التوجه تاعنا شفنا اللي في اللوفان، حبينا نشجعوا المجموعه هذه قبل مردود ممتاز. ثلاثه اللي كانوا ينشطوا في وسط الميدان شيء مشفالي سبق وكان موجود معنا، كانت عندنا فكره كبيره على امكانيات لعب هذا. ترابس اللي تعدى كيف كيف كان وائل الدرباني، اليوم وائل الدرباني عمل لنا ترانسفير من باشا للترجي، ان شاء الله ربي يوفقه ونعطوه شويه وقت باش يتاقلم مع النادي تاعو جديد، خلينا مؤشرات ايجابيه زاد في المعسكر الفارق. اليوم نفس الشيء سامي شوشان في نفس التوجه، حبينا نعيطوا له ونشوفوه. اللاعبين الاخرين الياس العاشوري اللي شفناه من السنه الفارقه قاعد ياكد في المستوى تاعو، هذا من اللاعبين اللي ما نقولش نظن حديثا لكن يمكن الجمهور التونسي قاعد تو يكتشف فيه، احنا قاعدين نتابعوا فيه. الياس سعد من اللاعبين اللي مشيت له من الموسم الفارق، انتقلت حتى لالمانيا، عمل قفزه كبيره برشا في الاداء تاعو خاصه في المستوى، عدا من كان يلعب تقريبا في القسم الرابع والقسم الخامس، مشى ساو باولي في المانيا، عمل موسم ممتاز جدا الفتره الثانيه. كنا باش نستدعوه من المعسكر تاع جوان، لكن للاسف بعد ما مشيت اخر لحظه تعرض للاصابه، دونك الفرصه متاحه اليوم باش نزيدوا نشوفوا نكتشفوا اللاعب هذا على قرب. كيف كيف ثم اللي كان يحكي عليه توا مالي انس حاج محمود، نعطي بسط على اللاعب هذا، سيتان جون دو 18 من مواليد 2005، انتمى للمنتخب الايطالي في يو 17، منتخب المغربي عنده جنسيه ايطاليه مغربيه والحمد لله تونسيه، دونك سيتان جون بروميتور. نعطي فقط بعض الارقام للموسم الفارط في البريمافيرا في المستوى اللي كان يلعب فيه يو 19 في ايطاليا، 32 مباراه مع فريق كيما بارما، 15 هدف. اليوم عقد بثلاث سنوات مع الفريق الاول، وفي بدايه الموسم اربع مباريات هو موجود مع الفريق الاول، صحيح ما خداش انطون جو، لكن بوران جورج هو يظهر لي مهم جدا. وهذا نحب نحل بارونتيز، نشكر الاداره الفنيه، نشكر السيلول تاع ريبريزونتون اللي مسؤول على لي بي ناسيونو، لي جوار بي ناسيونو، دونك قاعدين يخدموا في خدمه كبيره. سي ان جوار بروميتور، استدعيناه باش نشوفوه، شوفوا الامكانيات نتاعو. لقيت اللاعبين يقول لي سيف الطيف سبق وانتمى للمجموعه نتاعنا في ستاج نتاع سبتمبر كما بالضبط السنه اللي تعدات ضد الكورونا، كان شارك يقدم في بدايه موسم ممتازه جدا زاد مع النادي نتاعو، عمرنا عيوني حسب اعتقادي من افضل
اللاعبين اللي ينشطوا في الفترة الحالية وقاعدين يتطوروا في المستوى الآخر، هذوما المهاجمين وهذا الإجابة بفصاحة تشهيرها للأبيض.